قصتي ابتدت من وانا عندي 12 13 سنه كده، دخلت عالم الادمان زي اي متعاطي، شربت السيجاره العاديه، بعد كده كل سنه كانت الحاله المزاجيه بتعلى لغايه ما دخلت للماده العاليه اللي هي ماده الهيروين. دخلت اماكن علاجيه كتير طبعا بعد كده، ما جابتش معايا ايجابي بصراحه، كانت دايما بتيجي معايا سلبي. لغايه ما كنت قاعد كده في يوم من الايام قاعد قدام التلفزيون، فلقيت بيعرضوا عن الخط الساخن اللي هو 16023، فاتصلت لقيت لا طبعا في اهتمام وفي رعايه، ولقيت ان العلاج ببلاش وفي سريه تامه فعلا زي ما بيقولوا. حياتي الاول قبل العلاج بتهيالي زي اي بني ادم متعاطي كانت متدمره جدا، وكنت انسان او بمعنى اصح كنت قلت اذى ماشيه في الارض، ان انا اللي كان مسيطر عليا حاجه اسمها طوق العبوديه. ايه هو طوق العبوديه ده؟ اللي هي المخدرات. النهارده انا حبيت اتخلص من طوق العبوديه دوت، يبقى اتخلص منه ازاي؟ عن طريق ان انا لما دخلت الخط الساخن ومتابع معاهم لغايه دلوقتي الحمد لله بقالي 6 سنين، الناس مش سايبيني، في دايما بيعملوا انشطه كتير بحيث انه بيخلوا الواحد يبقى في حاجه اسمها الدمج المجتمعي. دخلوني برضك في حاجه اسمها مبادره جديده اللي هو الكارد، فالدكتور بتاعي دكتور هشام جمعه اقترح عليا ان انا اقدر اخد كارد، حاجه اسمها بدايه جديده. كان عندي مركز تجميل، فالحمد لله طبقت عليا الشروط. الحمد لله ان الدكتوره غدا والي وزيره التضامن الاجتماعي هي اللي سلمتني الشيك. انا بعتبر نفسي ان انا اتولدت من 6 سنين فاتوا، من ساعه ما دخلت الصندوق ده. احسن حاجه حسيت ان هم بيتعاملوا معانا ان احنا فعلا بني ادمين مش مجرمين. في يوم من الايام عندي معتقد ان مفيش حاجه اسمها تبطيل ولا تغيير. انا كرمضان كان عندي نفس المعتقد ده، لا انا بقول لك النهارده في حاجه اسمها تبطيل وتغيير، بدليل انا اهو قدامك، انا النهارده مبطل 6 سنين بفضل الصندوق وبفضل الخط الساخن، صندوق مكافحه وعلاج الادمان. الناس دي بتحتضنك، دي الحضانه بتاعتك، دول اهلك التانيين اللي بيقدروا يستوعبوك، يقدروا يفهموك، وبيساندوك في كل الاوقات.